ينضم إلينا مباشرة محافظ واسط الأستاذ محمد جميل المياحي. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد، وأثمن لك قبول دعوة الحوار. نتحدث اليوم عن المنهاج الحكومي، يعني هذه أول مرة تقريبا يكون فيها موضوع الخدمات والمحافظات مدرج على أولويات المنهاج الوزاري والحكومي، كيف ترى ذلك وما أهميته على المشاريع والإدارة؟ مساء الخير عليكم وعلى مشاهديكم الأعزاء، شكرا جزيلا لإتاحة هذه الفرصة. بالتأكيد أنه نعتقد لا يمكن لأي حكومة أن تنجح إذا ما اعتمدت بشكل مباشر على المحافظات والحكومات المحلية باعتبارها حكومات خدمية. تجربتنا أنه ما ممكن إنجاح أي برنامج حكومي إذا ما ركز بشكل مباشر على الخدمات التي تقدم للمواطنين، وخاصة البنى التحتية والخدمات من مختلف القطاعات، إن كانت الصحة، إن كانت التربية، إن كانت الطرق، وأيضا مشاريع التنموية. محافظة واسط خلال 3 سنوات الماضية الحقيقة رغم الظروف الصعبة والقاهرة والمشاكل التي حدثت في محافظاتنا، وأيضا ابتعاد بغداد عن المحافظات في وقت سابق، اليوم المنهج الحكومي وتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء أنه أعطى أولوية إلى المحافظات، وتم أيضا الخطوة المهمة هي إعادة تفعيل الهيئة التنسيقية العليا للمحافظات، وهي أشبه بمجلس وزراء للمحافظات يجتمع شهريا ويصدر قرارات ملزمة لدوائر الدولة أن تنفذها، ووضع من أولى أولويات المنهاج وإدارة المحافظات هو يوميا أنه يحدث موقف المشاريع وإدارة المشاريع وحل مشاكل المشاريع، إضافة إلى أنه السيد رئيس مجلس الوزراء ألزم كل المحافظات بأن تكون المشاريع ذات جدوى خدمية مباشرة للمواطنين، وألغى عدد كبير من المشاريع التي هي مشاريع كمالية وموازنات ربما خصصت لأشياء غير ضرورية في بعض المحافظات. توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء يجب أن يكون المبالغ المخصصة لهذه المشاريع تتسق مع البرنامج الحكومي اللي خلى أولويات اللي هي الخدمات، مكافحة الفساد، إيجاد فرص عمل للمواطنين، وأيضا تقليل الفجوة في موضوعة الفقر. نعم أستاذ محمد، نتحدث في هذا الإطار بالتحديد، وسؤالي لك هو عن ما حصة واسط من هذه المشاريع وما نوع هذه المشاريع ونسبة الإنجاز فيها، يعني هل هناك سقف زمني لإكمال هذه المشاريع حتى يكون المواطن على بينة بجهود الحكومة المحلية في واسط؟ نعم سيدتي الفاضلة، واسط الآن الحمد لله والشكر أنه حجم العمل اللي هو فرق العمل مئات المشاريع تعمل في كل الأقضية والنواحي. واسط فيها 19 وحدة إدارية، أكثر من 1,600,000 مواطن، أكثر من 1,000 قرية أيضا في محافظة واسط، بالتالي بأنه اليوم لا يوجد مكان إن كان قضاء أو ناحية إذا ما هناك مشاريع عديدة تعمل ليل نهار، وخاصة في البنى التحتية، بناء المدارس، بناء مراكز صحية، الطرق الريفية، مجمعات ماء، كل هذه الآن مشاريعنا في العمل. والحقيقة نتابع ومشكلين 8 غرف عمليات إدارة المشاريع، ونسب إنجاز عالية، متوقع أنه ما يقارب أكثر من 250 إلى 300 مشروع سيتم إكمال إنجازها في نهاية 23، من بين ما يقارب 800 مشروع اليوم يعمل أو بدأ العمل فيه مع قانون الأمن الغذائي. إذن هذه المشاريع تحتاج إلى استقرار عام، تحتاج إلى إقرار موازنة لإدامة تمويل هذه المشاريع بالطريقة الصحيحة، وأيضا أنه المشاريع الوزارية في محافظة واسط 150 مشروع وزاري، ما يقارب 76 مشروع متوقف أو متلكئ. توجه الحكومة في حسم هذه المشاريع أو إعطاء أولوية إلى المحافظات، هي من تدير هذه المشاريع، ونحن كمحافظات قدمنا مقترح للسيد رئيس مجلس الوزراء أنه المشاريع الوزارية المتلكئة أو متوقفة يتم إحالتها إلى المحافظات، ونحن قادرين على إدارتها وإنجازها في وقت قياسي. أسباب تلكؤها أستاذ محمد، هذه المشاريع التي تحدثت عنها، هل بسبب الفساد أم ربما التخصيصات أو الفساد في المحافظة، وكيف ستعملون على إنجاز هذه المشاريع؟ كما ذكرت لديكم خطة بهذا الخصوص في الحكومة المحلية.
نعم، سؤال مهم جدا. من يتحدث عن وجود خلل أو مشكلة في الأموال، أنا أعتقد غير دقيق. المشكلة ليست مشكلة أموال، مشكلة المشاريع المتلكة أو متوقفة هي مشكلة فساد وشبهات فساد حقيقية لوزارات سابقة، أنه أحالت هذه المشاريع وأعطت موازنات تشغيلية بعض المشاريع صرف عليها ما يقارب 60% من أصل مبالغ المشاريع، وهي لا توجد فيها نسبة إنجاز 5% مثل مشاريع المدارس وبعض المراكز وبعض الأبنية الحكومية أو المشاريع الكبيرة الاستراتيجية لبعض الوزارات السكنية وغيرها. بالتالي المشكلة هي مشكلة قانونية. أغلب هذه المشاريع هي لم تحسب الآن قضاياها في النزاهة. نحن كمحافظة مستعدين لإكمال وإدارة هذه المشاريع إذا تم تحريرها من المشاكل القانونية والإدارية، لكن الحقيقة أنه مفترض أن يوضع حد لتلكؤ هذه المشاريع، كوننا كمحافظة نحن المتضرر الأكبر من توقف المشاريع الوزارية، وهي تؤثر بشكل مباشر على استقرار الواقع الخدمي في المحافظة. نعم، من أهم أولويات السيد السوداني في برنامجه الحكومي هو موضوع مكافحة الفساد، لكن بدوركم أنتم كمحافظين للمحافظات بكل تأكيد يبدأ العمل من داخل المحافظة ثم ينتقل ربما إلى المركز. كيف تقومون بهذا العمل، موضوع مكافحة الفساد؟ يعني الحقيقة موضوع مكافحة الفساد يجب أن يتحول إلى برنامج عملي، وليس برنامج أنه فقط أنه مكتوب في المنهاج الحكومي. السيد رئيس مجلس الوزراء لديه حساسية كبيرة في موضوعة الفساد، وهو جاد في مكافحة الفساد، لكن يحتاج إلى أدوات حقيقية. من ضمن هذه الأدوات هي مؤسسات الدولة. بالتالي اليوم السيد رئيس مجلس الوزراء عندما حمل المحافظين على ضوء الوحدات الإدارية الخاصة بهم أن يكافحون ويساهمون في مكافحة الفساد، يحتاج المحافظ والمسؤول إلى بسط اليد وإلى صلاحيات حقيقية لمحاسبة كل الدوائر العاملة داخل حدود الإدارية في المحافظة. بعض الدوائر اللي هي فيها شبهات فساد هي ارتباطها اتحادي، وبالتالي المحافظ لا توجد لديه صلاحيات قانونية في محاسبة بعض الدوائر أو مدراء بعض الدوائر، وخاصة في مجالات مهمة من ضمنها النفط والكهرباء والصحة. هذه ملفات فيها مشاكل حقيقية والمصارف. بالتالي مكافحة الفساد يحتاج إلى رؤية موحدة كدولة. اليوم كمسؤول تنفيذي شخص واحد ما يستطيع أنه يواجه هذه الآفة. السيد رئيس مجلس الوزراء اعتبرها جائحة الفساد، وتحتاج إلى تضافر حقيقي، لكوننا نتحدث بصراحة كثير من الفاسدين، كثير من منظومات الفساد هي تتحدث عن النزاهة وتتحدث عن مكافحة الفساد، لكن هي متوغلة في التجاوز على المال العام، تجاوز على القانون، الضغط على مؤسسات الدولة وتهديد وترغيب. وبالتالي بأنه نعتقد أنه اليوم القضاء العراقي قضاء رصين، ولا بد أن يكون هناك إسناد للمسؤول التنفيذي في مكافحة الفساد، وأن تكون لدينا إرادة حقيقية كعراقيين للخلاص من هذه المشكلة اللي هي باتت تشوه سمعة العراق وتشوه سمعتنا كمسؤولين في عموم المحافظات. نعم، أستاذ محمد جميل المياحي محافظ واسط، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.